ما زالت الأسعار تواصل جنونها، فبعد الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية يتواصل ارتفاع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الإسمنت الذي سجل أرقاما جديدة غير مسبوقة أثرت على حركة بيع وشراء هذه السلعة الاستراتيجية. قال لك المصانع ما هيش شغالة، ما نزلناش والعمال مشت وحنا توقف والناس مشت والزباين قلت وما عادش حد عايز يشتري الشكاره. تساؤلات يطرحها صغار التجار على الحكومة عن أسباب الارتفاع المفاجئ وغير المنطقي للأسمنت وتباطؤ الحكومة الحالية في التدخل لمعرفة الأسباب الحقيقية في الوقت الذي بات فيه التاجر والمستهلك فريسة لعمليات الاحتكار التي تمارسها شركات صناعة الأسمنت بالسوق في ظل نقص ملحوظ في كميات الإنتاج الواردة من المصانع منذ أسبوعين. كنا بنكلم التجار يقول لك المصانع قافلة، اللي هي بتسوق الأسمنت من بره، طبعا اللي حاجز حصة بيزودها براحته، المصانع ما زودتش حاجة. يا ريت الحكومة تشوف الوضع ده. لم تؤثر الأزمة على كبار التجار وصغارهم فحسب، وإنما وصل تأثيرها إلى العامل البسيط وأصحاب سيارات وعربات نقل البضائع، وأدت إلى تسريح مئات العمال بسبب تراجع حركة البيع والشراء، فيما يخشى الجميع الكابوس الأكبر وهو تأثر سوق العقار.